تحية لمتابعي صفحة اليوفنتوس، معكم الدكتورة فاتن بخاري، استشاري أمراض جلدية وتجميل. حنتكلم شوي عن الأقدام الرياضية ومعناتها إصابة الأقدام بعلوى الفطريات وكيفية الحماية. طبعا الحماية من هذه من القدم الرياضية تتضمن أولا عدم مشاركة الأحذية مع الآخرين، اثنين الحرص عدم المشي حفاة في مناطق مشتركة مثل حمامات السباحة أو السونا أو غرف تغيير الملابس، ثلاثة اللي هو نحاول نغير الجوارب باستمرار خصوصا في الناس اللي عندهم تعرق زائد، بحيث انه ممكن نغير الجورب مرتين في اليوم. أربعة، عالج القدم فور حصول العدوى، يعني إذا حسيت أنه صار عندك عدوى فطرية ممكن تستخدم اللي هو البودرة مضادة للفطريات. كيف ممكن تعرف أنه صار عندك عدوى فطريات؟ ممكن يصير عندك